من جميل ما ذكرها العلم رواية كان شيخنا عبد الرحمن بن يوسف عبد الصمد أبو يوسف رحمه الله تعالى يفرح بها كثيرا، معجب بها جدا، أن زين العابدين أو غيره أحد أئمة آل البيت كان عنده نفر من الشيعة فوقعوا بأبي بكر وعمر وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالتفت إليهم فقال: أأنتم الذين قال الله فيهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وينصر الله ورسوله أولئك هم الصادقون؟ للفقراء المهاجرين، يعني أنتم المهاجرين؟ قالوا: لا. قال: أنتم الذين قال الله فيهم والذين تبووا الدار الإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من هؤلاء تبووا الدار الإيمان؟ الأنصار. أنتم أنصار؟ قالوا: لا، يعني لا مهاجر ولا أنصار. قال: وأنا أشهد أنكم لستم الذين قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذن هنا الله قسم الناس ثلاث أقسام: القسم الأول المهاجرون، القسم الثاني الأنصار، القسم الثالث جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا. من هم إخوانهم؟ المهاجرون والأنصار. ولا تجعل في قلوبنا غلا. قال العلم: أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم. أنت مأمور أن تستغفر لهم، أن تقول رضي الله عنهم، لا أن تسبهم. لكن مما يعني أمروا أن يدعوا الله أن لا يجعل في قلوبهم غل، وهؤلاء في قلوبهم جبال من الغل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قيل فيهم أنهم تجاوزوا اليهود والنصارى كما قال الشعبي وغيره، ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن اليهود والنصارى فاقوا الرافضة بما قالوا بأمرين، أحدهما وهو الذي همنا الآن، أصلا ولا أذكر الثاني ما هو، المهم الآن الذي همنا أن أخشى واحد يقول: وإيش الثاني؟ ترى ما ذاكر الثاني، ذاكر واحد بس. طيب، يقول: لو قلت، لو سألت اليهود من خير ملتكم لقالوا أصحاب موسى عليه السلام، ولو قيل النصارى من خير أهل ملتكم لقال الحواريون أصحاب عيسى عليه السلام، ولو سألت الرافضة من شر ملتكم لقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني اليهود والنصارى حفظوا حقوق أصحاب أنبيائهم، بينما هؤلاء عندهم شر الناس أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يقول بعضهم أن في جهنم، في الدرك الأسفل في جهنم، تحت آخر الدرك الأسفل عمر الخطاب، ثم فوقه أبو بكر، ثم فوقهما الشيطان. دركة أبو بكر وعمر أدنى من دركة الشيطان. هذا أي حقد في قلبه والعياذ بالله؟ ماذا في قلب هذا الإنسان؟ الخلق خلق الله عز وجل، من الذي اختار هؤلاء بين البشر كلهم ليكونوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه ووزراءه وأصهاره وأنصاره؟ من اختيار من هذا؟ اختيار من؟ الله. اختيار الله عز وجل. والله الذي لا إله له، كما اصطفى الله محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون رسولا، اصطفى أصحابه وأزواجه ليكونوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفائه وأنصاره وجنده، ولهم علينا بعد الله عز وجل من فضل ما الله به عليم، إذ لولا الله عز وجل ثم هم لما بلغنا الإسلام، لانتهى الإسلام من ذاك اليوم، لكن هم الذين آوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروه وأيدوه وقاتلوا من دونه وحفظوا القرآن ونقلوه وحفظوا السنن ونقلوها حتى بلغنا هذا الدين. هم الحلقة بين الأمة وبين الإسلام، بين الأمة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الصحابة. فكم وكم لهم من الفضل العظيم بعد الله عز وجل على كل مسلم بلا استثناء، فرضي الله عنهم وأرضاهم، ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا معهم. نعم.